كومونسي هادي الله يرحم الوالدين. انا عندي بنيه مطلقه بثلاثه الوليدات وكنت بيع الكار في الشارع، دابا ما بقيتش كنبيع سيدي الكرا والما والضو تشمع عليا والحركه ميته، بغيت علي تعاون معايا الله يجزيكم بخير. ايكري لي عبيت ولا نص دويره باش نقوم بهذه البنيه مسكينه ما نضيعوش في الشارع. دابا مولات الدار كتقول لي يا خويا الله يسهل عليكم. جمعت لي 6 شهور دابا كتساني 60 البريال بحال هكا. هذه العيشه ديالي انايا، كنتلاقى مع الحباب، مره نخدم في الديور، مره نبيع الكارو، مره نصبن شي وحده اللي بغاتني، وغاديه بحال كل ايام. كنعسو في بيت واحد ما عنديش من غير اللوحه، غتعرفوا الصبع إذا كان نجدم كيهز عماليه. بغيت علي تعاون معايا على هاد الوليدات الله يسهل عليكم. عندها جوج بنيات دابا وليت، وعندها فقرة دم حاد مريضة ليا. نطلب سيدي عادي يكريو ليا شي دويرة ولا يتعاونوا معايا بفلوس صافي، ولا شي خديمة نصور منها رزيق الوليدات. الله يرحم على الوالدين. أنا مرة كبيرة في عمري 50 عام، بنية عندها 26 عام، عاد كري ليا تعاون معايا على هاد الوليدات. ما بغيناش نضيعو في الشارع، اش ما كان ندخل منها رزيق باش ناكل وليداتي ونخلص كرايا والموضوع، باش ما نضيعش انا وليداتي الزنقه. الله يرحم على الوالدين، شي محسنه ولا محسنين يتعاون معايا. هادشي طالبه، ما طالبه حتى حاجه.